السلام عليكم، انا سعيد جدا طبعا انا موجود في سوهاج للمره الثالثه. ربنا يبارك في عمر حضرتك. طبعا انا عندي دور برد بس شويه، فان شاء الله هحاول يعني ايه اوصل صوتي كويس يعني. بص، المحاضره بتاعتي ان شاء الله بسيطه، هتبقى عن ميس اند فاكت في الثيرويد، يعني الغلطات اللي احنا ممكن نشوفها في الديلي براكتس بتاعنا والتعديل بتاعها. هاخدها في نقاط. الكونجنتال هايبوثيرويديزم من الحاجات الكومن قوي اللي ممكن تقابل اي دكتور، سواء اطفال او دكتور باطني بيشتغل في مجال الغدد. انتوا عارفين ان احنا في مصر بنعمل نيونيتال سكريننج من سنه 2000، بنعمل عينه على كعب الرجل. امتى نعالج الطفل ده؟ لو التي اس اتش بتاع الطفل من اول عينه بتاعت كعب الرجل فوق ال 40 بنبدا علاج. لو العينه اقل من 40 بنعيد فينوس سامبل فيها في تي 4 وتي اس اتش. لو الفي تي 4 اقل من النورمال رينج، حتى لو التي اس اتش نورمال، نبدا علاج. لو الفي تي 4 نورمال والتي اس اتش اكتر من 20 بنبدا علاج. امتى بقى ويت اند سي اللي احنا كلنا بنعدي بيها؟ لو التي اس اتش من 6 ل 20 بنستنى اسبوعين لثلاث اسابيع، وممكن نعيد الثيرويد فانكشن ثانيه ونعمل ايه اسسمنت ونعمل معاها ثيرويد الترا ساوند، ولو مش شايف الغده كويس ممكن نعمل ثيرويد سكان. الحته بقى المهمه الفاكت والمس في الموضوع ده، ان احنا احيانا كدكتور يشوف التحليل بعد ما الطفل بدا العلاج كنترولد، فيقول للاهل لا احنا كده مش محتاجين علاج، هو كان ترانزيانت كونديشن واحنا هنوقف العلاج. اكشوالي هو كان كنترولد على التريتمنت. فانت لو وقفت العلاج قبل ثلاث سنين انت بتعرض الطفل ده ان هو يحصل له منتال افكشن وانتلكشوال ديس فانكشن. فاحنا المفروض بعد سن ثلاث سنين بنأسس الفانكشن ثانيه. لو الطفل ده كنترولد على جرعه اقل من 25 مايكرو جرام، او بياخد اقل من 3 مايك بي كي جي، او الغده بتاعته مظبوطه على الجرعه ده طول 3 سنين، او التي اس اتش ما كانش بيحصل فيه لخبطه، ممكن اوقف العلاج وقتها. نقطه ثانيه برضك، ودي الجرعات اللي احنا بنبدا عليها الليفوثيروكسين في الاطفال، مهم قوي اول 3 شهور من 10 ل 15 مايكرو بي كي جي، واحنا بنعمل كراشنج للتابلت. تمام، ممكن نحطها على ميه او نحطها على لبن، والطفل بيصوم بعدها تقريبا نص ساعه لساعه. الفاكت والميس الثانيه، بعض الناس بتستخدم الليفوثيروكسين كدواء في علاج الشورت ستيتشر وكانتي اوبيزيتي دراج. طبعا الكلام ده مش صح، ده ممكن يدخل عيان فاكتشر سايتوكسيكوزيس. في الاطفال او في الادلت ما تستخدمش الليفوثيروكسين كتريتمنت الا لو في مشكله، يعني لو الطفل ده عنده برايما او سكند هايبوثيروديزم، او لو عنده سب كلينيكال هايبوثيروديزم التي اس اتش بتاعه فوق ال 10، الانتي تي بي او بتاعه بوزيتيف، او التي اس اتش من 5 ل 10 والطفل عنده ان اكسبليند شورت ستيتشر وديسليبيديميا او عنده مانيفستيشن، ممكن نستخدمه. انما استخدم الامبيريكال ليفوثيروكسين كعلاج للشورت ستيتشر بدون دليل، ده مش صح وبيدخل الطفل فاكتيشال سايتوكسيكوز. ريزيستنت هايبوثيروديزم، مش معنى ان انا يجي لي كل مره العيان التحليل بتاعه مش مظبوط ان انا افضل ارفع في جرعات الليفوثيروكسين بدون وعي. كنت الاقي عيان ماشي على 400 او 500 مايكرو جرام، بعيد قوي عن الويت بتاعه، المفروض الدوز بي ويت 1.6 ل 1.8 مايك بي كي جي. دور على كوزس اوف ريزيستنت هايبوثيروديزم، ليه الدوز بتاعتك عدت 1.8؟ من اهمهم الكومبلاينس والدراج تو دراج انتر اكشن. ولو الاثنين مظبوطين دور على اسباب ثانيه، من ضمنهم السيلياك ديزيز، الانفلاماتوري باول، الاتروفيك جاستريتس، الاتش بايلوري، اللاكتوز انتولرانس. بس ما تستسهلش انك تزود جرعه الليفوثيروكسين بدون وعي وبدون ما تدور على ايه اللي دخل العيان ده في ريزيستنت هايبوثيروديزم. ودي الدراجز الانترفيرنج مع الليفوثيروكسين، ومن اهمهم الكالسيوم كربونات والفيروس سلفيت والادويه بتاعت الانتاسيد والبروتون بامب انهبيتور. ما تنساش بس ان الليفوثيروكسين بيزود الافكت بتاع بعض الادويه، من ضمنهم الوارفين والامتريبتالين. لو عندك عيان ماشي على مايفان او تريبتيزول وهتدي له ليفوثيروكسين، ممكن ترجع له الدكتور المعالج يظبط جرعتهم، والا هتدخل العيان في بليدنج تندنسي او سايد افكت من الامتريبتالين. بعض العيانين بيجوا بهايبر بيولاكتينيميا، والدكتور ما بدون ما بيدور على السبب بتاع الانكريزد بيولاكتين بيوصف الدوبامين اجونست دوستينكس مرتين في الاسبوع او بروموكيبتين، وما بيدورش على الكوز. من ضمن الكوز اللي ممكن تدخل في هايبر بيولاكتينيميا البرايمر هايبوثيرويديزم، اكسكلود تريتابل كوز بسهوله بدل ما تدخل عيان في الدايليما بتاع الدوبامين اجونست بدون فايده.
برايمري هايبوثايروديزم بيزود التي اي اتش، فالتي اي اتش بينكريز البرولاكتين سيكيشن، ولو انت صلحت الهايبوثايروديزم الهايبربرولاكتينيميا هتتصلح. الليبيد لوينج، هتلاقي عيان جاي بديسليبيديميا وانت ما دورتش زي الدكتور خالد ما كان بيقول على الهيستوري ولا الاكزامينيشن، واستسهلت واديته ليبيد لوينج وستاتين بدون ما تدور على السايد افكت، وفي الاخر يطلع العيان كان عنده هايبوثايروديزم هي اللي عامله ديسليبيديميا، وانت لو عملت الثايرويد بروفايل وعالجتها مش هتحتاج تدي ليبيد لوينج. بالعكس، انت لو اديت ليبيد لوينج ثيرابي على عيان ان كنترولد هايبوثايروديزم هتدخله في مايوباسي او مايوسايتس او رابدو مايوليسس كمان لو اديت جرعات عاليه. هي حاجات يا جماعه احنا بنشوفها في العيادات، بس هي حاجات مهمة نشوفها كلنا. دي معلومة أنا شفتها بعيني، في بعض الناس عندهم اعتقاد خاطئ إن الليفوثايروكسين تراتوجينيك، وما تتريقوش على المعلومة، في بعض العيانين وقف لهم الليفوثايروكسين في بداية الحمل، بدل ما احنا عارفين إن الجوع بتزيد من 30 ل 50% مع الحمل بسبب البلاسنتال هرمون، لا، في بعض الناس بتقول للأهالي إنه أول 3 شهور ما تاخدش أي أدوية ومن ضمنهم الليفوثايروكسين. فيا اما الحمل ما بيكملش، يا اما الطفل بيحصل له مشكله، يا اما الام بيحصل لها مشكله في الولاده. فدي معلومه مهمه قوي، انك حتى ريجارد للثايرويد بروفايل انت بتزود الدوز من 20 ل 50%. تو تابلتس ات ويك، يعني لو ماشي على جرعه 100 يوميا، خميس وجمعه تمشيه على 200. ده من غير ما تبص على ثايرويد بروفايل، مش توقفه. المعلومه الثانيه برضك، وهيلاقي واحدة بترضع يقول لها لا الدواء ده هينزل للطفل في اللبن، فما تاخديش هرمون الغدة التعويضي في الرضاعة. بينزل في اللبن بكميات محدودة جدا، بالعكس لو الأم عندها أنكنترولد هايبوثايروديزم مش هتعرف ترضع كويس. الميلك أماونت والليت داون ريفليكس هيبقوا أفكتد، فبالتالي أنت بتبقى عاوز توبتمايز الثايرويد فانكشن في الأم المرضعة أكتر من الأم اللي مش مرضعة، من غير خوف على الطفل بتاعها. أنا بقول بسرعة عشان أحاول أجمع بس أكتر حاجة يعني. الساب كلينيكال هايبر ثايروديزم في البريجننسي، دي بقى دايليما فظيعه. اول 3 شهور يجي التي اس اتش قليل، وساعات التي سي والتي 4 يا نورمال يا عاليين، وتلاقي مثلا طبيب النساء مع احترامنا لهم حبايبنا عاوز يدي للعيان كاربيميزول او ثايروسيل، انت لازما تاخد نفس كده وتعيد الثايرويد فانكشن تاني وتعمل اسسمنت وتفهم العيان اللي فيه فسيولوجيكال ريدكشن في التي اس اتش اول 3 شهور بسبب السيميلاريتي بين اتش سي جي والتي اس اتش. هنعمل الانتي تي بي او، هنعمل ثايرويد الترا ساوند، هنعمل تراب انتي بوديز، كلهم نيجاتيف، هطمن العيانه ان ده فيسيولوجيكال ريدكشن، بعد اول 12 اسبوع هيتحسن وفعلا العيانه بتكمل. طب افرض ده يعني هيحصل ايه؟ ايتروجينيك هايبوثايروديزم هيخلي الحمل ما يكملش، او هيعدل الطفل يعمل له تراتوجينيسيتي او فيتال هايبوثايروديزم. الانتي ثايرويد ثيرابي، في برضك معتقد خاطئ ان اي ثايرويد بروفايل في تي اس اتش سابيزد وتي سي وتي 4 عاليين هو جيفز ديزيز. طب ما تعمل الاول تعيد التحليل، ممكن يطلع لاب ايرو او يطلع اسي انترفيرنس. حتى لو ما طلعش كده في ديفرنشال دياجنوزيس واسع قوي للثايروتوكسيكوزيس غير جيفز، اعمل ثايرويد الترا ساوند، لو ربما تطلع توكسيك ادانوما او توكسيك مالتي نودولا جوت، لو ربما يطلع هاشيموتو ثايرويدايتس في الهاشي توكسيك فيز شتروما اوفرال، ربما يكون في فاكتيشوس انتيك وفي ليفوثايروكسيد. ما تدورش انك تدي انتي ثايرويد دراجز بدون ما تكون وصلت للدياجنوز الصح، عشان تحط العيان بتاعك على التراك الصحيح. بلوك اند ريبليس ايجنت، في عيان يقول لك العيان بتاعي مش كومبلاينت، انا مش عاوز اديله العلاج سنه ونص او سنتين او 3 سنين، انا هديله العلاج 6 شهور. فبيدي فول دوز من الانتي ثايرويد دراجز كاربيميزول 40 ويدي معاه ليفوثايروكسين من 50 ل 150 6 شهور. ده اكسبتد الا في مين؟ الحوامل، لو انت عملت كده في واحده حامل هتدخلها في ايتروجينيك هايبوثايروديزم، وعليه مآخذ كتير يجي من ده، فما تعملوش في اي حد عشان احنا بنشوفه كتير في وشتات. ستيرويد يوز ان هاشيموتو ثايرويدايتس، تلاقي وشتة عيان هاشيموتو واخد سوليبريد او ديسبيولون 20 مرتين او 3 مرات. تسال العيان انت واخدهم ليه؟ يقول له الدكتور مديهم لي عشان عندي اجسام مضاده عاليه هي اللي منعاني عن الخلف، وتلاقي العيان بيتابع في نسبه الاجسام المضاده وهي بلا قيمه. فالستيرويد يوز في الهاشيموتو ما لهاش اي قيمه، وحتى لو لها قيمه مش هتبقى بالفي هاي دوزز دي، لانها هتعمل كومبليكيشن اكتر من فائدتها. وما بنتابعش يا جماعه الانتي بادز في عيان الهاشيموتو، ما لهاش اي قيمه في المتابعه بتاعتها. التي اس اتش لاج بيريود دي بنشوفها كتير قوي في حالات الجيفز ديزيز، تلاقي الدكتور واصف للعيان الانتي ثايرويد ميديكيشن بدون مشكله،
بس بيبص على التي اس اتش، كل مره بيعيد التي اس اتش يلاقي ستيل سابريزد، فيزود في الدوز يوصل ل 12 قرص وممكن يعديهم مع انها الماكسيمم دوز. فبعد شويه تتفاجئ لما تعمل العيان تي سي وتي 4 ان هم سابريزد والعيان عنده هايبوثايرويد مانيفستيشن، العيان بيعاني وزنه بيزيد ومش قادر يتحرك. لا، تي اس اتش ممكن يفضل سابريزد ست شهور لسنه في الجيفز، انت بتبص على التي سي والتي 4 لحد ما التي اس اتش يبدا يستجيب. خد بالك من التي اس اتش لاك بيريود اللي في بدايه الجيفز. الثايرويد سكان، في ناس تفتكر ان طالما في ثايرويد نوديول انا المفروض اعمل لها سكان، الكلام ده مش صح. الثايرويد سكان في حالات الثايرويد نوديول لو في سابيزد تي اس اتش ليفل وانت شاكك انها توكسيك ادينوما او توكسيك مالتي نودولار جوت، انما مش كل حاله ثايرويد نوديول هروح اعمل لها مسح زي ده، هتعرض العيان ان هو ياخد اشعه بدون قيمه ويدفع مصاريف كتير ومش هتاخد بنفيت منها. ثايرويد نوديول مانجمنت، كل الناس فاكره ان كل ثايرويد نوديول ده بؤره مالجننت وانها لازم تتبعت للجراح. طبعا الجراح على دماغنا وكل حاجه، بس في بعض الجراحين ممكن لو بعت له اي حاله هيشيلها حتى لو نورمال ثايرويد جلاند. احنا بنشوفها في الواقع العملي، وفي ناس ثانيه طبعا ماشيه بالكتاب وماشيه بالدنيا صح. فانت ما تبعتش الحاله للجراحه الا لما تبقى متاكد انها سسبيشس وان هي تو بي مالجننت وان هي محتاجه تتشال. انت ما تعرضش العيان ان هو ياخد الريسك ده. انت بالابروتش بتاعك توصل دي بناين، موست النوديولز بناين، ما تحولش الحاله لما تبقى فيري هايلي انديكيتد. الراديو اكتف ايودين، في ناس حتى الان واحنا في 2023 معتقده انه كارسينوجينيك، وتلاقي الحاله عندها ريزيستنت هايبر ثايرويديزم ومش مستجيبه خالص على الميديكال تريتمنت ورافضه السيرجري، واللي تيجي تقول لها روحي تاخدي اشعاع تلاقي دكتور للاسف يقول لها ده مسرطن وهيجيب السرطان لبنتك وهيعمل لها مشاكل. نوت كارسينوجينيك يا جماعه، والدراسات كلها اثبتت كده، تمام؟ فهو اوبشن بالعكس، ده هو الفيرست لاين تريتمنت في امريكا في الجيفز مثلا يعني، وفي حاجات زي التوكسيك ادينوما والتوكسيك مالتي نودولار جوتن مع السيرجي هو فيرست لاين كيوريتيف تريتمنت. البابيليا كارسينوما مانجمنت، في بعض العيانين بعد ما يعملوا ثايرويدكتومي الجراح ما يقولوش روح تابع او حاجه. احنا مش بنلوم على الجراحين، احنا بنقول عن واقع. في ناس شالت ورم وما تعرفش انها محتاجه تاخد سبريسيف دوزس من ليفوثايروكس، مش جاست ريبليسمنت، انت بتاخد ليفوثايروكسين عشان تعمل سبريشن وتمنع الريجروس اوف تيوم، ومفروض تتابع الليفلز بتاعه الثايروجلوبولين والانتي ثايروجلوبولين وتعمل ثايرويد الترا ساوند عشان تشوف البابيليا كارسينوما او الفلوكولار كارسينوما حصل لها ايكانس ولا لا. هو مش معانا ان العيان شال التيومر ان الموضوع انتهى بالنسبه له، لا، لازم نعمل فولو اب، ولازم الموضوع ده يبقى انتجريشن ما بين الجراحه والغدد. يعني انا كدكتور غدد لما باجي احول حاله زي دي انا اكتشفتها بقول لها انت هترجعي لي بعد ما تعملي جراحه، عشان احنا مع زمايلنا في الطب النووي هنعمل بروتوكول اليود المشع وهتاخدي سبريسيف دوزس، وبفهم العيان انا ليه مديكي جرعه اكبر من وزنك وليه الفي تي 4 بتاعك ليفل على الهاي، ولازم يبقى اكسبتد والرينج بتاع التي اس اتش هنوصل لقد ايه، وبعد ست اسابيع هنتابع السيرم ساير جلوبولين والانتي ساير جلوبولين ليفلز، وهنعمل ثايرويد الترا ساوند وهنشوف المانوفرز اللي هنمشي بيها في المتابعه السنويه. انما ما فيش حاجه اسمها العيان يشيل الغده وخلاص ما تشوفوش تاني. شكرا جزيلا.